المقاومة التي جلت عن الاستعمار. الأشياء تقال وهناك قرار عامي بأن سي محمد وكيل من وكلاء سوق الجملة، والأسباب اللي كانت كدير الكارثة اللي كانت تحدثوا عليها وكنهضروا عليها أن الوكلاء السابقين كانوا يتمنوا الله ما أداء الواجبات ديالهم داخل سوق الجملة، ما كانوش كيسهروا على البيع داخل سوق الجملة، ما كانوش كيديروا خدمتهم. شنو كانوا كيديروا؟ وهذه حقيقة، كانوا كيجيو يوقفوا في الباب وخرجوا من تما وتجيو. واليومية هذا مازال عندنا إشكال مع الناس المقاومة، مازال يومنا وجلسنا السيد عامر وخرجنا نديروا القرار التغيير، خصها تكمل المدة ديالهم، ومن تكملت المدة ديالهم فعلا استجاب السيد عامر، راسلنا درنا واحد المراسلة فيها جميع المشاكل اللي كتعاني منها. مين جينا نبداو صحة جديدة باش نبداو الاشتغال وكتكون لي ست شهور ونهار، ست شهور ونهار من بين الأمور اللي كاينة في فترة التعاملات توفى الحاويات والميزانات وهدا وهدا، قالك حنا ما نجيبوهمش، لا حنا غير جايين هنا كتصور سبحان الله كتستفدوا واحد الحاجة ديال واحد الفائدة من عند الجماعة ما تأديش ما عليك. علاش؟ بان بأنه سوق الجملة دارت فيه المداخيل، حيت كلشي تحت بالقانون. شنو كاين في فترة التعاملات؟ بالطبق ديالو وتطبق في فترة التعاملات، لأن من قبل كانوا الوكلاء كيسيئوا سوق الجملة، لأن باش يقوموا بالدور ديالهم داخل السوق ما كانوش كيديروا. أما فيما يخص التهريب، الجماعة ما عندهاش السلطة ديال باش تمشي تشوف التهريب فين كاين، وكنشكر هذا المنبر هذا السيد الباشا السابق اللي مشى الآن عاملا بالفنيدق، اللي ألح على إضافة واحد النقطة اللي كانت إشكالية النزاع ما بين المجلس العمال وسوق الدفناء، وهما الآن كنحجزوا العبادة والأمور ماشية. من قبل كيقول لك لا أنا ما نحاديش، ما نحجزلوش، ما عنديش، دابا الآن كندخلوا للفصل وكنخدموا تيبقى للفصل. ماشي تقول لي لا انت كنت ناعس، البهرجة ديالك السي المهدي الزرق راه معروف، راه كاع البهرجة ديالك معروف، ولا البهرجة ديالك السي المهدي معروف.